اختتمت يوم أمس فعاليات منتدى المعلم الخليجي الثالث وملتقى المدارس الصديقة لمكتب التربية العربي لدول الخليج، واللذين نظمهما المكتب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين، وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، والوفود المشاركة من الدول الأعضاء بالمكتب. المنتدى أتاح الفرصة لنخبة من المدارس والمعلمين للتواصل وتبادل الخبرات والتنافس في تقديم المبادرات التربوية ضمن محور مهم هو تعزيز قيمة الأسرة في المجتمعات الخليجية. طبعا دور أساسي من أدوار مكتب التربية العربي لدول الخليج هو تنفيذ المبادرات التربوية والتعليمية التي تجمع المختصين من جميع دول مجلس التعاون، وبالتالي منتدى المعلم الخليجي اليوم من أهم البرامج التي ينفذها المكتب بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين، وتمكن مثل هذه البرامج المعلمين والطلبة وقبل ذلك المدارس من تقديم المشاريع والبرامج التعليمية المتميزة، فيكون هناك تشارك ما بين المعلمين، تشارك ما بين الطلبة، وأيضا تبادل الرؤى والخبرات ما بين المدارس. المنتدى الخليجي هو الحقيقة منتدى يضم مبادرات المدارس المتميزة ومبادرات كذلك زملائنا من المعلمين المتميزين والطلاب، وهو مناسبة نحتفي فيها، وفي كل عام يكون هناك محور أو موضوع لهذا المنتدى. هذا العام كان يتعلق بالتنمية المستدامة، والمحور الآخر كان يتعلق بقيم الأسرة في دول الخليج. ولا شك الحقيقة أنه زملائنا من الميدان التعليمي من المعلمين والمعلمات ومدير المدارس والطلاب الحقيقة قدموا مبادرات نوعية ومبادرات متميزة.